رح نتابع محطاتنا ورح نعمل هلا جوله سينمائيه، وبرجع بذكركم الفيلم اللبناني وانتد حاليا بصالات السينما، ودائما ما تتاخروا على الفيلم اللبناني بالصالات. اكيد جوله على افلامنا بالسينما. سنة حلوة يا جميل عقبال المية. وينك وين؟ قطعتها من زمان. مين احنا كلب بالدنيا بابا؟ قبرني تيزك انا. ليك إذا بتقربي عليه بدي كسرلك إجاك تنام. مش وحدة. قد إيه عمرك كريم؟ 36. كتير كبير علي. طلع على شوف الكل على أوضته. أليزي أليزي. جاكو إجاكي مكتوب. شي جاكو عنده مشكلة. شو؟ لما أولادهم بيحملوهم هيك بصيروا يعرفوا قيمتنا. ضمن أفلام هالأسبوع الفيلم اللبناني الكوميدي مطلوبين أو وانتد. فيلم بيطرح قضية جديدة بطريقة رائعة عن أربع أشخاص كبار بالسن بيهربوا من دار للعجزة من أجل مشكلة إنسانية، مع مجموعة من الممثلين وعلى رأسهم جورج دياب، سهام حداد، دعد رزق وعيدة صبرة، وبالإضافة لجورج بوخليل، جوزيان بولوس وبيير رباط. الكتابة والإخراج لنبال عرقجي. أنا بفرجيكم. بوليس عم بفتش علينا، حط صورنا على الأخبار. واو صرنا ستار لون على التيفي. طلعنا حرامية وحيكبونا بالحبس. قوم يلا. We did it. The world's first dragon Viking utopia. Your utopia maybe. Mine's less crowded and more sanitary. Hey bud, wait up. Oh my god, he's not the only one. She's a light fury. Oh, sorry. Did she just disappear? وفيلم الانيميشن How to Train Your Dragon 3 The Hidden World بنسختين 2D و3D وباللغتين الانجليزية والمدبلجة للعربية. وقت اللي هيكوب بيكتشف انه توثلس مش النايت فيوري الاوحد، بيضطر يفتش على الهيدن وورلد قبل ما يلاقيه جريمل، بأصوات كيت بلانشيت، جيرارد باتلر وجونا هيل. It's you and me, bud. Always. Need help, sir? Oh, officer, hi. You need help? No, I'm fine, thank you. What do you got there? Pecans. I'm delivering pecans to my niece. Pecans? Here. Yeah, pecans. She makes the worst pecan pie you've ever tasted. I feel sorry for her husband, but, and I feel sorry for the pecans, too. والفيلم الدرامي The Mule عن محارب سابق بالحرب الكورية بيتم إلقاء القبض عليه خلال نقله للكوكايين بقيمة 3 مليون دولار لمصلحة عصابة مخدرات مكسيكية، مع كلينت إيستوود، برادلي كوبر، مايكل بينيا وأندي غارسيا. والإخراج لكلينت إيستوود. This is the last one. I'm sorry for everything. رح نتابع محطاتنا. أطباق طيبة كتير بانتظارنا، وبلشنا نحوس وننطر انتهائها. ما خلينا ننتقل مباشرة لعند شيف حسين ورشة ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم.
عبر شاشة تلفزيون المستقبل. ثلاث وصفات بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح، وصفات طيبة وأيضا وصفات شهية. وصفاتنا لليوم في عنا البولات المحشية، الفستق الحلبي مع الرز الأصفر والكريمة، هيدا أول طبق وهو الطبق الرئيسي. أما بالنسبة للطبق الثاني لحلقتنا لليوم، في عندي سلطة الكنوة بالبطاطا الحلوة، وأيضا في عنا وصفة الحلو المهلبية بالورد. المهلبية بالورد رح نبلش فيها هلا أنا وياكم، وأيضا رح نبلش بالطبق الرئيسي ونحط اللحمة على النار. لكن بتاني فقرة من فقرات رشة ملح، عندي لحمة مفرومة ناعمة، حطيت لها بصلة، حطينا لها بيض، أنا بعد ما خلطته لنرجع نشوف المكونات، لكن حطينا بصلة، حطينا بقدونس، حطينا بيض، حطينا قرفة، حطينا فلفل أسود، وأيضا كمان حطينا من السبع البهارات بالإضافة للبقدونس والكعك المطحون. ومثل ما خبرتكم بتاني فقرة أنكم فيكم ما تحطوا بيض حسب الرغبة. أنا رح اجي بلش بهالشكل، بدي اخلط اللحمه مع هالمكونات تقريبا شوي قريبه للكفته، بس الكفته ما بنحط لها نحن بيض وما بنحط لها كعك مطحون، بنحط لها بصل وبنحط لها بقدونس وبنحط لها قرفه وايضا بنحط لها كمان من السبع البهارات. لكن مثل ما عم بتشوفوا كيف عم ندعكها بهالشكل، عندي فستق الحلبي طبعا رح نحشي الكفته بالفستق الحلبي، نعملهم بشكل بول وايضا رح نقليهم. هيدا خليط الكفته صار جاهز عنا. رح جيب الفستقات كمان رح ندقهم، خلينا نجيبه لحدنا لهون، ورح حط فستق حلبي بهالشكل. اوكي، اخذنا كميه من الفستق الحلبي. طبعا انا بذكر المشاهدين انه الفستق الحلبي فيني حطهم ايضا بالمطحنه الكهربائيه، اطحنهم بالمطحنه، لكن بهالشكل عم دقهم او اطحن الفستق الحلبي، ما بدي اياهم كثير ناعمين. اوكي طيب، رح نجيب معلقه ورح بلش انا جيبت كمان الطوايه، هيدي معلقه رح احطها بالفستق الحلبي، وايضا رح جيب طوايه. بهيدي الطوايه رح احط زيت زيتون، لكن حطينا كميه من زيت الزيتون، وايضا بنحطهم على نار هاديه ونار خفيفه لحتى نقلل اللحمة المحشية، ورح نرجع نضيف لها كمان خليط الكريمة. أخذت لحمة، رح إجي تكين عندي لحمة بهالشكل، ورح إجي حط بقلبها فستق حلبي كمان بهالشكل. أوكي، لكن مثل ما عم بتشوفوها لحمة وفستق حلبي، نعملها أيضا بهالشكل بشكل بول، منسكرها وصارت عندي بهالشكل هيدا لحمة وبداخلها الفستق الحلبي. رح كرر العملية، أعمل أنا الكمية الموجودة عندي رح قليهن بالزيتات كمان نحشيها فستق حلبي، لكن رح كرر العملية. أنا بذكر كل المشاهدين طبعا فيني أحشيها أيضا للكفتة من الفطر، فيني حضر من الخضار المشكلة، ولكل محبين الفواكه المجففة كمان فيكن تحشوها فواكه مجففة، ما عندكن أي مشكلة. لكن خلينا نرجع نشوفها كمان محشية فستق حلبي، بعملها بهالشكل هيدا، ورح نشوف المقادير رح تمرق قدامنا كمان على الشاشة. طبعا نحن وعم نشوف المقادير، انا رح اخذ اول سؤال لحلقتنا لليوم مثل ما وعدتكم انه باخر فقرتين رح جاوبكم على الاسئله. اول سؤال لحلقتنا لليوم، كيف بنحضر الفرانسيسكو؟ طبعا الفرانسيسكو في لها كذا طريقه، بس ولكن انا رح اخبركم الطريقه المضبوطه والاصليه اللي بتشوفوها انتم بالمحلات السناكات، هيدي الفرانسيسكو المضبوطه. طيب
أول شيء منجيب صدورة الدجاج بدون جلدي بدون عظم، منقطعهم شرائح وزن الحبة تقريبا حوالي 35 جرام بالطول. بعد ما نقطعهم شو منعمل؟ منغسلهم بالخل وأيضا بالملح. منرجع منجيب الدجاج منصفيه كتير منيح، منحط للدجاج مايونيز لأن المايونيز بيعطي نكهة كتير طيبة. وهون بقلكم شغلة أنه طعمة المايونيز كتير بتأثر على نكهة الدجاج. إذا كان المايونيز منه أصلي ومنه مزبوط ما رح يعطينا الطعمة المزبوطة بالفرانسيسكو، لأن الفرانسيسكو هي أساسها المايونيز. لكن منتبل الفرانسيسكو بالمايونيز بالإضافة للفلفل الأسود المطحون أو الفلفل الأسود المكسور مع رشة ملح، رشة بهار أبيض، ورشة أو قليل من الخل. يعني إذا بدنا نحكي مكونات، بدنا تقريبا كيلو من صدورة الدجاج المسحبة، بدنا 4 معالق كبار من المايونيز الأصلي، بدنا معلقة أيضا من الخل الأبيض، عنا ملح رشة، وأيضا فلفل أسود أو كسر الفلفل الأسود رشة، وكمان مشاهدينا رشة فلفل أبيض. هيدي صار عندي تتبيلة المايونيز. كيف بيطلعوا معنا بهالشكل؟ أو فيني اشيهم على الجريل، أو فيني صفهم بصينية قراب لزقين كتير على بعض وفوتهم على الفرن على حرارة 180 لحتى يستوا. هيدا كان بالنسبة لأول سؤال لحلقتنا لليوم. طبعا فيكن تقدموه أو فيكن تتناولوا فرانسيسكو كساندويش، تحطوها بخبزة الباجيت، بالإضافة منحط معها جبنة موتزاريلا، صلصة الصويا، مع منحطها منسخنها، نرجع منشيلها منحط بقلبها كمان مايونيز، ومنحط خس، ومنحط درة، كمان منحط معها كبس. هيدا كان أول سؤال لحلقتنا لليوم بالنسبة للفرانسيسكو. أنا برجع لطبق الرئيسي، عندي اللحمة. وبهالوقت طبعا بذكر كل المشاهدين إذا حدا عنده أي سؤال بتحبوا تسألونا إياه فيكم تتواصلوا معنا عبر رقم الواتساب اللي رح نشوفه قدامنا على الشاشة. لكن اللحمة عم نحشيها فستق حلبي، فيني احشيها جوز. طيب شو رح أعمل أنا بهالوقت؟ رح جيب، أخذت كم حبة من اللحمة رح أرجع كفيهن. بس شو رح أعمل قبل ما يخلص وقتنا؟ عندي حليب سائل، رح حط الحليب السائل بهالشكل. أوكي، لكن حطينا الحليب السائل، ورح أجيب حط مع الحليب السائل عندي سكر، وعندي كمان من النشا، لكن سكر ونشا، بالإضافة عندي من شراب الورد. هون نحن انتقلنا للمهلبية، عندي شراب الورد. اوكي بهالشكل. بضل في عندي ماء الورد، رح حطه اخر شيء بعد ما يغلي هيدا المزيج عندي. لكن حطينا حليب، شراب الورد، سكر، بالإضافة طبعا حطينا من النشا أو الكورن فلاور. وهلأ منتركهم لحتى يغلوا، وأيضا يصير عندي خليط متماسك وخليط شادد بنفس الوقت. رح إجي أرجع للحمة، بدي أرجع كفي عم بحشي اللحمة. طبعا نحن هون اللحمة كمان في مرة ضمن فقرات رشة ملح حضرنا لحمة بالشوفان، بس الشوفان حطيناه مع العجينة، أو حطينا الشوفان مع اللحمة مثل ما عم بتشوفوا. كمان منقليها. أوكي أيضا بكرر العملية، لكن خلينا نعمل آخر حبة أنا وياكم. هيدي هي الحبة، وهون في عندي الفستق الحلبي، ورح إجي سكرها بهالشكل ونبرمها كمان، نعملها بشكل بول مثل ما عم بتشوفوا. اخذنا الشكل الحلو اللي بدنا اياه، هيدا الكرات الفستق الحلبي. بضل في عنا سلطة الكنوة راح نحضرها انا وياكم بعد شوي. اما هلا خلينا نتوقف مع بريك قصير ونرجع سوا.